مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زيارة خاصة تنقلنا هذه المرة إلى تركيا، وفيها نلتقي رجلا غريب الأطوار، فهو نشر عشرات الكتب لرفع لواء الإسلام عاليا. من هو هذا الرجل الغامض الذي له مؤلفات طارت بالملايين إلى معظم دول العالم؟ ضيفنا هو المفكر التركي هارون يحيى. من بلاد القوقاز جاء أهله واستقروا في تركيا، وهو جاء من أنقرة إلى اسطنبول مع أهله للدراسة، فكل شيء حوله محاط تقريبا بالغموض، وحدها الكتب التي نشرها بالعشرات والتي وزعت ملايين النسخ منها تثير ضجة لكونه يناقض بعض النظريات العلمية كنظريات داروين ليؤكد أن الرواية الإسلامية للخلق هي فقط الصحيحة تماما، كما أثار ضجة حين اعتقل بتهمة تعاطي المخدرات فاتهم الماسونية والصهيونية بملاحقته. يقول إنه من سلالة الرسول وإنه تأثر ببعض الكتب الإسلامية، ويقدم نفسه حاليا على أنه داعية من طراز حديث. فما هي القراءات التي تأثر بها هارون يحيى أو عدنان أكتار وفق اسمه الحقيقي؟ هناك مجموعة رسائل النور لحضرة سعيد النورسي، إنها مشهورة ومعروفة في تركيا، وكذلك هي معروفة في الدول الإسلامية. تأثرت بهذه الرسائل في بداية الأمر، أحب الإمام الرباني وقرأت كتبه، وقرأت للإمام الغزالي وقرأت لابن عابدين، قرأت كتب ابن عابدين. كان هناك كتاب فقه لعمر ناسوحي بلمن، وهو مشهور ومعروف في تركيا. هذه هي الكتب الأساسية التي قرأتها. على كل حال واضح تأثير الغزالي، يعني حضرتك أيضا على غراره شككت في سبيل الوصول إلى اليقين وليس للشك فقط. نعم. طيب، من يراك سيد هارون يحيى اليوم يعني تلبس الثياب الأنيقة والغالية وأشياء من الذهب؟ يعني يتساءل هل حضرتك تريد أن تبدأ عصرا جديد في التعريف بالإسلام، يعني رجل عصري يعيش على طريقة مودرن إذا صح التعبير، في ملبوسه، في عاداته، في تقاليده، في الإطار الذي يحيط به، في التعبير عن الغنى؟ يعني هل تريد أن توصل رسالة الإسلام بطريقة جديدة وحديثة وعصرية؟ القرآن يذكر قصة سيدنا سليمان ويثني عليه. عندما جاءت ملكة سبأ إلى قصره فآمنت به، تأثرت بقصره الفاخر. هذه إشارة جميلة للمسلمين لكي يستخدموا العظمة والقوة والثراء في التبليغ. كان يرتدي ملابس أنيقة للغاية، وكذلك النبي عليه السلام كان يرتدي ملابسه الجميلة عندما يستقبل الوفود الأجنبية، وهذا من الفقه الإسلامي. أنا شخصيا أعمل في مجال التجارة، لي أعمال تجارية، وكذلك أصحابي أغنياء وأكثرهم رجال أعمال، نشكر الله والحمد لله وما شاء الله يكسبون كسبا كثيرا، ولكنهم يوظفونه في سبيل الله، يعني يكسبون وينفقون ويوظفونه في سبيل الله. في داخل تركيا وخارجها لا يوجد هناك أموال مسجلة باسمي من بيوت وسيارات أو ما شابهه من الأملاك. صحيح أنني أكسب كثيرا وأنفق كل ما أكسبه للإسلام، ولكن تنفق على نفسك أيضا، واضح، يعني من خلال على الأقل الذهب الذي تلبسه. طبعا طبعا، وإذا لم أستخدمه لنفسي ليس هناك معنى. إذن إن للمال دورا قويا في التبليغ عن الإسلام، وإنه لوسيلة ومهم للغاية، ولابد للمسلم أن يكون قويا من جميع الجوانب، من جهة العقل والثقافة والعلم، وكذلك من جهة الثروة، ولابد أن يكون مثاليا ومتفوقا من جميع الجوانب حتى ينجح في مهمة التبليغ. والقرآن الكريم يشير إلى ذلك، ونرى عند سفراء النبي الشيء نفسه. طيب، لننتقل قليلا إلى ما كتبت سيد هارون يحيى تحت عنوان الداروينية والفلسفة المادية المنبعان الأصليان للإرهاب. تقول في كتاب خديعة التطور:
إن الإيديولوجيات العنيفة مثل العنصرية الفاشية الشيوعية ومذاهب عالمية همجية كثيرة غيرها تقوم على النزاع، قد استمدت جميعها القوة من هذه الخديعة. يعني حضرتك تحمل داروين أيضا مسؤولية الإرهاب الذي حصل في العالم. نعم، يقول داروين إن الحياة عبارة عن الصراع بين الأقوياء والضعفاء، يعني أن الأقوياء يبيدون الضعفاء. هناك اعتقاد بأنه لا يمكن البقاء إلا بالقوة. تنعكس هذه الفكرة على الداروينية الاجتماعية بأن الأقوياء عسكريا وسياسيا وتكنولوجيا سوف يتفوقون على الضعفاء والمستضعفين ويتحكمون عليهم ويبيدونهم. وهذه الفكرة مسيطرة على أفكار هتلر وموسوليني أيضا، وفي أساس فكرة الماركسية أيضا، فكرة النظرية والرد على النظرية. هذا يعني أنه يتم تقديم نظرية أولا، ثم تقدم نظرية أخرى نقيضة للأولى، ويبدأ الصراع بينهما. وهناك تناقضات دائمة وصراع مستمر، لذا سيكون سفك الدماء هناك. هناك فكرة أن الحياة عبارة عن الصراع المستمر، والفاشية والشيوعية تتشاركان في الأساس ذاته، كلاهما تنطلقان من الداروينية. طيب، ولكن اليوم يعني بعض على الأقل الدول الغربية وبعض أهلنا في العالم العربي أيضا والإسلامي يحملون جزءا من المسلمين مسؤولية الإرهاب. يعني حين يتم الحديث مثلا عن تنظيم القاعدة، عن أسامة بن لادن، يصفون بالإرهابيين اليوم. ما هي علاقة هؤلاء مثلا بداروين؟ يعني الإرهاب يتطور أيضا، ليس فقط الإنسان. تم بناء طبيعة الإسلام على الحب والحنان والرحمة والصداقة والحماية وحماية الضعيف، لذا فالدين الإسلامي بعيد عن الإرهاب كل البعد، والاتهامات الموجهة للإسلام ليست اتهامات تعتمد على عقلانية سليمة، وليس هناك شخص يصدقها أيضا. هل تدافع عن بن لادن؟ طبعا لا أحب بن لادن، طبعا لا أقبل شيئا يقدم على شكل إرهاب، لأن التأثير الثقافي والفكري من الممكن أن يجعل العالم يتقبل الإسلام في فترة قصيرة. يعني لا حاجة للأسلحة للحصول على هذا، يمكننا الحصول عليها بسهولة بالفكر. انظر، محاولاتنا لإزالة فلسفة نظرية داروين سبب لتطور الإسلام. على سبيل المثال تركيا يمكن رؤية النتائج فيها، وصل عدد من لا يؤمن بنظرية داروين إلى 90%، وهذا لا يمكننا الوصول إليه باستخدام الأسلحة، بل يمكن الحصول عليه باستخدام الفكر. مثلا هناك في تركيا الإرهاب المتعلق بحزب العمال الكردستاني، وكذلك لا يمكن أخذ النتيجة